préparation elle a été surtout basée sur l'aspect de la récupération. كان تركيزنا في الاستعداد على حصول اللاعبين على أكبر قسط من الراحة لمدة يومين. ولا بد أن يعرف الجميع أن الاستعداد لدور الأربعة في بطولة كهذه يركز على رفع الروح المعنوية وشحن الطاقات الذهنية والنفسية في زمن أقصر وقياسي. ونظرا لأهمية المباراة فقد حشدت كل نجوم الفريق باستثناء يوسف عطار. إنه خير الهدافين وأثبت جدارة فائقة في بطولة الأمم الإفريقية، ورأيي أنه من أفضل هدافي العالم مع ميسي ورونالدو، ولكل منهم منطقة في العالم. أخفق بغداد بنجاح في تسجيل ضربة الجزاء أمام كوت ديفوار، رغم أنه مهاجم ممتاز ولاعب موهوب يعرف كيف يلعب بذكاء فطري ويولي انتماء كبير لفريقه. فزنا بالبطولة منذ زمن بعيد يعود إلى عام 1990 في الجزائر، ولاعبي الفريق من أمهر اللاعبين، كتبوا تاريخ كرة القدم ولعبوا في كأس العالم 1982 ثم 1986، رغم أنهم استبدلوا عام 1990 ليحقق من خلفهم الفوز بالبطولة. ونحن نلعب اليوم بنفس العزيمة لنكرر فوزنا بالبطولة ولنواصل كتابة التاريخ، وأمامنا أمل قوي لأننا على بعد خطوتين من ذلك، رغم أنها خطوات عصيبة، وأولها أن نهزم نيجيريا. لقد تعافينا بعد قسطا من الراحة دام يومين بعد لقاء كوت ديفوار، ونحن على استعداد أن نخوض مباراة صعبة تحتاج إلى طاقة وروح رياضية وحالة نفسية مرتفعة جدا. اكتسبنا كل ذلك من مباريات جادة ومتتالية، وسنواصل المسيرة بروح هجومية وحرص دفاعي ورغبة حقيقية للفوز، وسنلعب على أكمل وجه لأننا ندين لجمهورنا ومحبينا بفوز ساحق، وهذا شعور يومي لدينا.